انت كبيع وشراي اليوم جيتي للسوق ديال الخضار بمدينه سهله، جيتي من الرباط، كيفاش دايره الاثمنه ديال المطيشه؟ يا مطيشه كناخذوا حنا ب 800 درهم، كلشي غالي، بطاطا غاليه، خيزو غالي، الفلفل غالي، كلشي غالي، فهمتيني؟ انا غناخذ انا مطيشه ب 800 درهم، شحال غنبيعها تماك للدرويش؟ 10 درهم ما كاينش اللي غياخذها، بزاف فهمتيني؟ واش ما كايناش، وانت غتشوف كلشي عينك، لوندو تخاوين، عباد الله حنا راجعين في خاوين حنايا، انا غادي جايب فلوس رد فلوس، ما تسوقش والو اخويا. ما عندي ما ندير، ما نتسوق كلشي الخلا، كلشي زايدين فيه، كلشي غالي، لا بطاطا لا مطيشة لا كلشي، اش غدير اخي؟ ما عندي ما ندير، غنصبرو غنبطو بحالاتنا للديور، ما نتكملش تلقى شوية الخضرة، ونترزقو على الله، حنا دابا نمشيو غنجلسو، باش نسرقو، غنمشيو نجلسو ما عندي ما نديرو، الله ياخذ الحق واد النهار، هادشي ما نقولو، راه ضايعين ومدمرين وزادو دمرونا هما بهذا الثمن هذا اللي ما قادينش عليه حنا وما قادش عليه حتى الدرويش. مشينا خويا ما لا اله الا الله ما عندنا ما نقول حنا نتقداو شنو غندير بغلاق ما عندي ما نطل الدرويش تما حنا عندنا الدرويش بحي شعبي الدعاء المساكين فهمتيني بغا 60 ريال مور 40 ريال انا ديتي لي مطيشه غتقول لي 10 درهم غيخلع عندك مطيشه ب 10 درهم ما غيخش منك ب 10 درهم غيمشي بحالها تحط خمس لك وهذا الشيء اللي كاين اخويا لا اله الا رمضان جاي ومطيشه هي رمضان وراه مطيشه هي رمضان مازال غيطلعوها في رمضان عاوتاني ضروري غطلع باش غيصبوا عباد الله الحريره غالب الله راه ما كاينش صباح عباد الله الحرير راه حتى الفلاحه حتى هما زايدين كلشي زايد كلشي زاد السكر زاد فيه الزيت زاد فيه وكلشي تزاد فيه والصابون البلدي الصابون البلدي هما زادوا فيه مشوا به الحمام وزادوا فيه جاك يعني واش الري مطيشه فوقاش بالضبط غلات وغلات هاد الايام هاد شحال تقريبا هادي بشي 20 يوم كي بحالك باش غلات دابا مطيشه ولات 10 درهم كيفاش طورت الثمن ديالها؟ هو 100 درهم صندوق 2400 3000 وصلت 4000 السوق زادت وباش خامس غير قتلاح دايرين لها دابا 140 ريال 100 درهم في مارش انت شوف الدنيا خاويه الباركين خاوي الهوندا خاوي الكراس راهو ما الكراس الحماله راهو ما خاويين كلشي حابس في هذه الغلا هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاكا خميسة جبتي الهوندا ديالك عمرتي مطيشة من هذا السوق هذا فانت كبيع وشري نبغوك اليوم تحدث لينا على الأثمنة ديالها بشحال خديتيها وبشحال غادي تبيعها خديتها مطيشة ما مقاداش يعني كاينة من 4 درهم حتى 7 درهم ونص 7 درهم ونص كتبيعها بالتسعود تسعود كاين اللي كيبيعها ب 10 كاين هذا الشيء على حساب كله في اللي كيبيع وكله بشحال كيبيع وكله والمطيشه راه الحمد لله راه شويه بدات كتخفف شويه راه كانت 5200 5400 5600 دابا راه 4400 قول الصندوق بالنسبه للصندوق مجموع وبالنسبه للكيلو راه 7 درهم ونص هي ديال المطيشه المزيانه في السوق يعني 7 درهم ونص بغيت نفهم من كلامك بانك انت شريتيها ب 7 درهم ونص انا شريتها ب 7 درهم ونص وغتباع بقول ب 10 ولا ب 9 للتسقيط الكيلو كيفاش كتشوف المواطن المغربي واش قادر انه يكمل رمضان يشري هذه ما ب 7 درهم او ب 9 درهم المواطن تقهر دابا قبل رمضان دابا راه اغلبيه في قليل اللي كياخذ كيلو دابا نص كيلو كيلو وبنادم متقهر صافي كاين اللي ما كيديهاش كاع كاين اللي مابقاش بغا يدي مطيشه
كنعرفوا باللي رمضان على الابواب والطماطم شي حاجه اللي ضروري في هذا الشهر الكريم. واش المواطن يقدر يوميا يشري طماطم بهذا الثمن هذا؟ لا في رمضان ما نظنش. صافي راه الحريره غتلغى وصافي من الاخر. الا بنادم ياخذ مطيشة ب 12 درهم ويمشي يدير بها الحريره ما نظنش. وانت كبيع وشراي مسلكك انك يوميا تجي تاخذها ب 7 دراهم؟ احنا كنا كندو 10 مطيشه دابا يلاه كدي واحد ولا جوج وواحد فيه ما بقى ديها ب 7 دراهم. انا كن بحال كنزوقو بها وصافي. دابا منك غديها ما منديهاش كاع ما عنديش فيها مشكل. قليله اول حاجه قليله راه ما كاينش راه ناقصين فيها 120 ديالنا ما كاينينش. كان يدخلوا 10 كميات يلاه كيدخلوا جوج دابا ولا ثلاثه هما كاملينش ماشي مفايجه تصاينين. بصلا الثمن ديالها مناسب. بصلا راه كانت دايره ب 26 دابا ولات 50 على حساب المازور. كانوا دايرين اضراب صحاب الكميوات وراه غلات البصله وراه قلالت. راه منين تتقلى السلعه راه تتغلى. وبالمناسبه لهذا المارشي هذا علاش يحولوه دابا بالساكنه ديال سلا. هذا المارشي هذا هو اللقمه ديال العيش ديالها. الا حيدوا لها المارشي راه ما كاينش. كاين سلا الاجره هادشي اللي كاين اخويا. المطيشه غلات كانت دايره ب 60 درهم 70 درهم دابا ولات 5400 4400 كلشي غالي اخويا. المعيشه بالنسبه للدراويش غلات. هادشي اللي كاين اخويا. والرساله ديال الاخيره اخويا حنوا عنا ونحنوا على الدرويش. هادشي اللي كاين يرخصونا شويه باش نتحنى نرخصوا للدرويش. ما كنديمرش انايا ب 100 درهم كتقول للمراه 10 درهم كتبقى شديها مع عندك. نتمنوا من الله ما هاد الخداره تا هما يحنوا عنا ويحنوا عليهم الكبر منهم ويا غاده. اللي دار الله ويا اللي دار الله كاين. اسمع هو السيد تا هو راه خدام تا هو غالي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.